مرحبا وألف مرحبا فاز الميلودي، كما وعدناكم عطنا شوية عطنا الساعة على حسب الماتشات باش يسالوا الماتش ديال فرنسا مع الألمان ديال الله. مرحبا أخوتي، مرحبا وألف مرحبا. مرحبا زيدو، عندي الحقائق ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتوما راكم عارفين كل شيء ديال الله. سعدي المدنازي بن توري، فاطم الزهراء، سي العلاوي الله يكبر بيك، عزيز الفضالي تحياتي الله يحفظك، ميدو خويا ميدو لونسيان ياسين المدريدي راك نموت عليك، فاطم الزهراء اختي من الكبار، عثمان لاراش خويا عثمان راك تما، عزيز الفضلي خويا السلام مرحبا خويا عزيز الله يكبر بيك، بو عادل ديال الله كلشي ديال الله، من نازي بن توري ولدي ولا موت عليك، ابو نريمان دريوش بونجور الله يحفظك خويا ابو نريمان الله يكبر بيك. زيد اخوتي توحشكم تانا في اللايف تاع، لا توحشكم اقسم بالله العلي العظيم لا توحشكم. نجمعوا شويه تاني ونعطيكم شي حقائق باش تعرفوا شنو واقع في هذه البلاد السعيده، فهمتيني؟ غنشوفوا داكشي كامل اللي دارنا وغادي نقوله ولله الحمد، وغادي غادي نبينوا الفرشه، الفرشه عارفين هادي الفرشه وماكلة الكرشه، حنا ميكنا على اللايف ما بغيناش زعما بقى مره مره بحال هكا مره مره، ما كيبغيش يخليوك هاد الناس هادو، بغيت نعرف غير انا شنو داير ليهم ولا عارف والله اقسم بالله ما عارف شنو كاين. زيدوا 700 بقى والو، بقى والو الالف، مساء الخير خويا العزيز الله يكبر بيك، كوا جميل زكولي سلام خويا عادل، كاين شي جديد جديد واحد اليومين ان شاء الله يكون عندكم الجديد. مرحبا من العيون يا وني بكم من الصحراء نموت عليكم. في خاطر ناس ديال الحسيمه خويا عبد الفتاح وناس الحسيمه ديما ديما، وعاش عبد الكريم الخطابي رحمه الله كلشي ديال الله، عاش ولاد عبد الكريم الخطابي كلشي ديال الله. تحيه من دكوالا، دكوالا جديدة كاع وحيدة. مرحبا ديل معاك 900 زيد زيد قوالو الالف، قوالو الالف باش ندخلو ان شاء الله الرحمن الرحيم ونهضرو ونقولو الواقع والحقيقة في دقيقة وكل شيء ديال الله. كيما كنقول لكم عادي الميلودي ما عندوش مع النفاق، حيت النفاق فاق والصباغة باغا وخونا في القرونة والملك ليك كل شيء ديال الله. الف اول حاجه اخوتي، هذه تحيه كبيره، هذه من عند هذه من القلب للناس اللي تبرعوا بالدم للضحايا، يعني الجرحى ديال 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 قطار الموت، داك القطار اللي دار اللي يعني اللي 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 دار الاكسيده، يعني تقلب ما بين بين الرباط وقنيطره. الناس اللي يعني الضحايا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الاهالي ديالهم الصبر السلوان وكل شيء ديال الله. راه الموت واحده هنا من هاد المنبر غنقول للام ديال الحياه اللي كتقدي غادي تدعيني وغادي ليا وانا درت ليها وبغيت نبان بغيت كندي الفلوس على ظهرها ومن هنا ومن هنا، كنقول لك امي انت واحد القضيه غير باش تفهميني انا راه غير ديال الله، انا واحد انسان حتى من اليوتيوب ديالي كنفرقوا مع لي فانز ديالي، يعني حتى الناس اللي عندهم لي باش هما كياكلوا معايا، انا كندير اللايف كنديرو من الفيسبوك وهما كيبارطاجيو كما يشاءون، يعني انا كنعيش معايا بزاف ديال الناس كلشي كيعيش معايا الحمد لله، واكلين شاربين مع ولاد الشعب كنموت عليهم، هذا ما عنديش مشكل في هذا الشيء هذا. انت هنا امي انت بغيت نقول لك زعما باش تقول لي هذا السيد راك يعني راه هاد الفلوس هذا ما كايناش. ثاني حاجه هو انني انا واحد الانسان انا ما 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 غنيتش على بنتك، انا غنيت على ولاد الشعب، انا انسان غنيت غير على ولاد الشعب، بغيت نقول لك زعما راه ماشي شي حاجه غني على ولاد الشعب، راه الله عمرها دار الناس كيحرقوا كنشوفوا ولادنا كيمشيو قدام عينينا. انت هي بنتك مشات شنو؟ راه كلشي ديال الله، بنتك مشات هانتي ها غير اليوم غير اليوم 30 واحد مات في التران، يلا راه الموت غادا غادا، راه كلشي ديال الله، حيدوا الطمع منكم وحيدوا الكذوب وحيدوا النفاق، فهمتيني؟ هذا هو الواقع. ميمتي الا طمعوك دوك الصحافه ديال 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 دي الكيلو بلا ما يعني راه ماشي شي حاجه، هذوك غير اصلا هما براسهم كيقلبوا على الباز كيقلبوا على راسهم باش يدبروا على راسهم، راه هذا هو الواقع. راني جاني يعني ماشي بنادم يقول لك انت ديري ديري، انت واحد الانسان الناس بغاو يتعاونوا معاك، راه يوسف الزروال بحال داك السيد دابا داك يوسف الزروالي، شحال من واحد كيقول لك اودي هذاك راه شفار وهذاك راه ماشي راه طرط، انا ما انا ما انا ما انا ما انا قلت واه
وانا براسي شحال داب السمعه وطنطن وفي الاخر غلبني. باش غلبني؟ غلبني لانه بصح داك السيد ولد الخير بصح الا كان كيدي راه كيبين، كيبين للناس ما نورين بزاف كاين بزاف كلشي كيهضر. ما عمري ما شفت شي واحد دار بحال اللي دار هاد السيد هذا الزروه اللي نيشان. وها هو بغاو تعاون كيتعاونوا، ها هو هضر مع هاد السيده هادي اللي هي متحايات وغادي تعاون معها هو والشيخ عبد السلام سميتو عبد السلام رضوان بن عبد السلام رضوان خونا حبيبنا ديالنا ديال الله، هما غيتعاونوا مع معززين مكرمين. ولكن المهم علاش كتزر به؟ حنا من هاد المنبر انا بغيت غير نقول لهاد الناس بانني انا راه ما راه انا هاول الشاب عايش ما عنديش المشكل في حياتي انا، غير بلا ما تبقى تقول لي لا غنضيك انا بابا انت اللي غد ما واخا ديني ما غديري حتى شي حاجه راه ما تجيش ما جاياش بعدا. انا بعدا شوف انا من عندي امي بزيوه القضيه انا من عندي الله يسامح وكل شيء ديال الله هذا هو الواقع. غير هي ما تبقاش تزر بشويه والانسان يطلب الله سبحانه وتعالى، ما كيطلب حتى شي واحد، كل شيء خصو يطلب الله من الاخر. اطلب الله وما عندكش غرام ديال المشكل، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي عنده كل شيء. اما الا جيت بحال دابا شي وحدين كيقول لك واخي ورا الغناء حرام ورا وي اخويا حنا عارفين الغناء حرام، واللي كيبيع الريحه حرام، واللي كيبيع اللعيبه حرام، واللي كيبيع الشرب حرام، واللي كيبيع هذا حرام، واللي كيبيع الجلال بزيدين في الثمن حرام، واللي كيبيع الخضره بزاف حرام، واللي زيدين انت تحيد هذا الشيء كامل فهمتيني راه ما يبقى غترجع للعهد ديال الجاهليه وغتولي تربي جنخلات في الدار وجوج ناقات تحلب منهم العليب ودك النخلات غتهز منها التمر وانت عايش وعندك 13 بره وانت هو هذاك داك الشيء عندك الشيء داك الشيء كيبان لك انت كل شيء حلال. كون منطقي يا اخي، حنا كاع اخوان الحمد لله، حنا كاع خوت، حنا كنعرفوا الله سبحانه وتعالى كنعرفوا. كون منطقي، انا كنهضر غير على المنطق، إلا كنتي منطقي صافي بارك علينا. حنا اصلا كندوروا على شي حاجه اللي سلكنا حنا مع مولانا، اللي سلكنا حنا مع مولانا. ما العبد راه ما عنده ما غيعطيك من الاخر، هذا هو الواقع. لان الانسان اللي غيطلب يطلب الله سبحانه وتعالى، اللي كيسعى يسعى الله سبحانه وتعالى، ما يسعى حتى شي واحد، هذا هو الواقع. هذوك الصحافه البرتشيه اللي عاود نهضر عليها، كاين واحد الفرع ديال الشوف تي في اللي هو في تطوان. نتينا انا كنهضرش شوف تي في، شوف تي في كنعرف مولاها الله يعمرها الدار، شوف تي في بخير ما عندهاش غرام فهمتيني. كنهضر على واحد الفرع اللي دائما كيجيب لهم غير الدل من داك تطوان، باش تمشي عند المراه وتقول لها قول لها عادل كيصور على ظهرك الفلوس. لا عادل ما كيصورش على ظهرها الفلوس، عادل خدام على راسه خدام بعرق. وانا نتحدى شي واحد كيسالني كنقولها لكم، ولا شي واحد انا عمرني ديت ليه، ولا شي واحد كيما بغى يكون اللوع ديالو. قلت البنك، البنك الا كتسالني جدي من عندي، ما كيسالني حتى واحد، حتى شي واحد ما عندي، ما عمري في الحياه ديالي خديت فلوس على ظهر شي واحد. انا اللي خدمت كنخدم بالنيه ديالي ولله الحمد، نيتي وعلى نياتكم ترزقون. انا على النيه ديالي كنترزق من عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواقع. نيشان نيشان. نكملوا مع خوتي عاوتاني، تبارك الله على خويا الميلودي مع خويا جنات مورك الله يكبر بك. علاش ما كاين ما كيحملوك انت كتقول غير مصطفى مسعود دي الله يحفظك خويا مصطفى، هذا هو الواقع. انا ما كيحملونيش، انا كنقول لي كاين. انا كما كنقول لكم نتحدى اي واحد قال لكم عادي نصب عليا ولا دار لي ولا فعل لي، هذا هو الواقع. حنا كنعيشوا كنموت على ولاد الشعب الحمد لله، عايشين بيناتنا بخير وعلى خير. اللي كيعاير كي مش غدير ليه، وهذا ما كيما دابا بنادم فهمتي بحال دابا غير من كنهضر دائما ونرجع لك دوك الاخوان. لان كان معايا واحد السيد اللي هو محمد المغربي الفحصي، كان عندي جا مسكين جا عندي هذا اخواني الله يعمرها الدار، جاب شي وحدين صحابه قال لي لا انت كتقز مع انت الناس ديال اهل الدين اللي ما تقلش مع ذوك المشركين. دابا انا وليت مشرك واخدني، دابا انا مني هو ما يجلس معايا انا، وما يجلس في القهوه حرام، وما يجلسش في الشانطي لان وما يسوقش الطوموبيل لان العربه حرام. وشنو هو اللي ما فهمتش انا خويا؟ لان مني كما قلت لكم غنحيدوا هادشي كامل، شنو غنديروا؟ مني غنحيدوا هادشي كامل انتوما صافي زان العيا، وجلس حداك العيالات ودير لهم الخمار وجلسهم تما وصافي، وراه فورا داكشي راه كيقول لي اخويا راه الله ما كيبغيش هادشي هذا. الله قال لك العمل عباده والحظيه لي ماده، الله قال لك نوض خدم على راسك نوض دبر على راسك. هي عبدو عبدو هو فهمتي، عارف انه في القلب ديالك على داكشي في القلب ديالك غتخلص اللي في القلب ديالك. اما باش حظيه لان كاينه شي حاجه ديال الكره كتدفعك باش كتبقى تهضر على عباد الله، شي حاجه ديال الكره كتخليك باش كتبقى انت كتبقى تهضر على عباد الله. اذا خصك تحيدها منك، صفي قلبك اخويا العزيز، اخويا الغزال صفي قلبك، راه كلشي ديال الله.
هذا هو الواقع. راه كاين عامات راه هي اللي غتسمع في الخدمات مات وهذاك مات وهذاك مات وهذاك مات وهي غاده مات انت انا غادي ولا اخر تابعني ولا اخر تابعني ولا وهي غاده. اذا ندير مزيان غير مع مولاك اما لكن احنا غنديروا شي حاجه خايبه بيننا وبين مولانا. ربي الوحيد اللي يقدر يحكم. البنادم ما عندوش الحق يحكم، ما عندوش غرام ديال الحق باش يحكم. اذا هانت غير من هذا المنبر كنعاود نقول لكم دوك الضحايا مساكن اللي مشى في القطار اللي انت شي وحدين غادي للخدمه من قال لك سيدي التران بين الرباط وقنيطره محبوس، التران بين الرباط وقنيطره اللي غادي نمشيو للخدمه اللي خدامين في قنيطره يجيو دابا تمالين الطاكسيات واستغلوا الفرصه وزادوا في الاثمنه ديالهم. مالين الطاكسيات استغلوا الفرصه زادوا في الاثمنه. اذا احنا دابا احنا 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 مع بعضياتنا ولينا كناكلوا بعضياتنا، كيفاش غتكون الرحمه؟ كيفاش غتكون الرحمه عباد الله؟ مالين الطاكسيات راه نهيور الدوز، راه تعاونوا مع خوتكم، راه الناس ماتوا وناس مشاو، وهاد النوبه ديالك راه غت انت غتمنى شي واحد يتعاون معاك ويا غاده. راه نورمال اصاحبي، نورمال نورمال، كلشي ديال الله. سي عادل توحشناك في اكادير، مرحبا، الله يكبر بك، تحيه لخويا عادل. نور الدين فرح، مرحبا خويا وحبيبنا الموت عليك. ماريو ميلانو، مرحبا بك خويا في ميلانو، الله يكبر بك خويا ماريو. عبد السلام بن بل بل مراد الرجيوي، خويا مراد الرجيوي نيشان الموت عليك خويا مراد، توحشتك توحشك خوك عادل الميلودي من مدينه القنيطره مباشره، الموت عليك. رضا محب عادل الميلودي، واش بصح شدو مول كاسكيطه ثاني؟ الله على ما خويا انا ما بقيت كنهضر لا بول كاسكيطه ولا لا مول حتى شي واحد. انا هاد انسان ولا كترشق ليا لان ولد كنهضر بزاف. قال لك سيدي وليت انا عياش وشراوني، واش عباد الله بنادم كيتخاطب على الحلوى غادي يشري واحد غير يشري لي انا؟ يمشي يشري كيلو ديال الحلوى الراس وغادي يجي يشري لي انا؟ هذا اللي غادي يجي يشريني فهاد الناس هادو؟ قلت لا شريت. شوف انا ما كنتشري كما كنقول لكم، انا دائما مع الشعب، والحاجه اللي كتسلك الشعب ماشي حاجه تخربقوا بها انتم تقولوا من راسكم. انا ما داخلش عندي الراس، انا شي حاجه اللي هي منطقيه انا معكم فيها، والحمد لله لهاد الساعه احنا غاديين غير بالمنطق. انا ما قلنا حتى شي حاجه، انتم فرشتوا برلمان لا قدو فرشتوه، هو بان الحقيقه ديالو صافي. ها انتم شوف كلشي كلشي المفعول ديالكم انتم هو غيخدم. دابا جاي النوبه ديالو ناس المقاطعون هادو، ها المفعول كلشي غادي يخدم، انتم غتشوفوا بعينيكم كلشي ديال الله. هذا هو الواقع خويا عادل. دولينا على الرباع راه تكرفص على القنيطره. قال لك سيدي الرباع راه تكرفص على القنيطره، القنيطره بانوا لي راه خدامين الشانطيات كيخدموا فيهم يعني. باقي دابا المشكله ما قدرتش تهضر على حتى شي واحد لان الاعمال خدامه، فهمتي؟ راه الشانطيات محفورين ولكن راه خدامين فيهم، راه ماشي غير محفورين وحابسين، لا راه خدامين. وانا ضرب الحق، هذا هو الحق، كلشي ديال الله. خويا هادي الدويلينا توحشناك خويا، ربي يحفظك خويا. اختي بوشرى الله يكبرك، اختي بوشرى اسد وخليك ديما اسد. خويا بدر، بدر الميلودي دردك الدس قاعد تم الاسم، مباركو مباركو. علاش قاسم خشف السيد قتلو الضو حداه؟ علاش خويا؟ انا مزاوج كلشي ديال الله. عادي شي تحيه نزلت طوان، مرحبا خويا سمي عادل دادي وسمي العزيزه. خوتي الله العظيم لا توحشكم، اقسم بالله بغيت ندردش معكم شويات، بغيت ما عندكم شي اراء مرحبا من عند خوكم عادل الميلودي، كيموت عليكم وبالصح وبالصح نيشان. عندي مع خويا امين المنتصر قال لي يلا اليوم الوالدين دوك صحاب الطاكسيات اللي شافوا بنادم. سمعتي اخويا انت معلم، اخويا انت انت في راسك الخبره، وحشيهم اصاحبي حشيهم، راه حنا مغاربه الله يرحم بها الوالدين. هو صاحبي راه الليله وحده الناس راه غتمشي عانتوما شتو داك مع جاو عندكم عباد الله صافي فرعنتو وليتو زدتو الثمن وتنفختو، وحشيهم راه غير خوتكم هذوك، راه الحموده من الله يرحم بها الوالدين، راه حشومه عليكم، راه شحال قدا تبقاو عاد عاد الغل. ودائما غير حنا حنا دائما صافي صافي، راه حنا راه صافي راه عقنا، راه صافي بنادم عاق، بنادم عاق والسبوع تابو، والحر يبقى حر اللي فيه انت دابو. داوي يتربوا الحيوانات والرخاص ما يتربوا، والكبير في القرقع تلقاه ديما خاوي. هذه حقيقه على شي رجال اللي بصح غابوا ولاو غير الشمايات فينا تدوي. الفهم يفهم القاري تلف كتابه، واللي قال عرفوا السمع هو جامع وطاوي، كلشي ديال الله. نيشان نيشان عزيز بيكو خويا، بيكو 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 حتى الصباح ديال الله. تحيه الناس ديال تطوان، نموس على الناس ديال تطوان، والناس ديال تطوان بالحقيقه في الدقيقه وكلشي ديال الله. سلام خويا عادل حسن محمود،
هلا هدر هلا الحلوة اش داك الشيء دير. انا دارنا اللي مرقنا لهم نزل الحلوة شي لا تبه دي ديال الحلوة. ايه الحلوة الحلوة اه يا ودي، شوف على مصيبة كيفاش دايرة، فهمتيني؟ الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يعزك راه كيعزك. وتصور الله سبحانه وتعالى عز عز والله العظيم الى الشعب ديال المغرب الى معزوز، ملي كتشوف برلماني بالاموال الطائله كيتخاطب على الحلوى، وكتلقى واحد من ولاد الشعب دافع كبير على الحلوى وما كيهوش، واتاها كيشغل منه باش يدك منه كوارو الحلوى كاع ما كيدافع. اقسم بالله من ولاد الشعب وبربي ما يتسوق لك لا حلوى لا كرواسيط، القهوه ديالو دك دك، وبنادم خانز فلوس. اه الحلوى الحلوى ونايض ورا مصيبه، ورا مصيبه كحله راه الحمار. راه من حقكم نتوما، راه من حقكم اللي تقول راه فهمتيني الحكومه فاشله، نيشان راه نيشان ما عندكم ما غديروا، حكومه فاشله. عاش محمد السادس، هذاك السيد راه هو اللي غادي يجيكم من الاخر. صبروا عليه صبروا عليه صبروا عليه، ثقوا بيا صبروا عليه صبروا عليها، هو جاي ها هو جاي، ثقوا بيا. انا نقول لكم الهضره ديال بصح، راه كل شيء ديال الله، غير صبروا راه كل شيء ديال الله. نتوما الشعب ربحتو ربحتو سالات الحفله، ملي نقول لكم ربحتو راكم ربحتو. واخا يدوخوكم بهاد كل مره يدبروا لكم على هادي مونتيف وهذا مات من هنا والاخر طاح من له ودار من هنا وجيبوا من هنا باش يدوخوا الشعب، ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا، باش ننسى المقاطع باش ننسى العالم، فهمتي؟ اي حاجه تقدات اي حاجه درتو انتم راه تقدات، غير هما ما بغاوش يبينوا لكم بان تقدت بالزرب، لا خصهم يبينوا لكم هذا، ولكن في الاخر كيبقاو هما اللي مبهدلين. شكون اللي كيتخاطب على الحلوه؟ واش حنا ولا هما؟ هما هما هما. شكون اللي مبهدل؟ واش حنا ولا هما؟ هما هما هما. كلشي ديال الله، هذا هو الواقع. تحيه اخو عبد الله الطالبي، تحياتي لخويا هادي الميلودي فنان الشعب، نموت عليك وكلشي ديال الله. يوسف يوسف تبارك الله خويا يوسف، خي عادل كيفاش قضية شوف تي في؟ شنو درتي معاهم؟ هذاك شوف تي في انا كيما هضرت كاين واحد الفرع في تطوان، اما شوف تي في كنعرف داك الناس كيجيو عندي للدار، مرحبا معززين المكرمين. غير باش نقول لكم واحد القضيه، راه ماشي كاملين شوف تي في، يعني اي واحد هو اللي كيدور، لا كاين هما فروع، راه كاين فيهم اللي مزيان وكاين فيهم اللي ما اللي ما عنده حتى علاقه بعد مع التصوير، ما عنده حتى علاقه. هذاك انسان باغي يخرج على رئيس التحرير، باغي يخرج على شوف تي في، باغي يدير ما عرفتش باغي يدير هذاك، فهمتيني؟ اما لما شوف تي في وباش عجبتني عاد شوف تي في اليوم في العدد ديال 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 التران ديال 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 قطار الموت، لقيناها شوف تي في حتى هي داخله مباشره، يعني حتى هي مع الاحداث، اذا راها مزيانه. ما خصهاش ولكن هادوك الجوج اللي كنت مو باغي، وهادوك هما اللي محاربين الزروالي. علاش غيحاربوا الزروالي؟ يلا انت نهضروا نيشان، يعني يوسف الزروالي عينا ما نقلبوا ليه الغلط، ما لقيناش عنده الغلط. قلت وراك سرق العباد الله، قلت ولك احنا ما شفنا والو. ناض كيما داك السيد داك داك السيد الرمانات، انا بعدا انا بقى في الهنا، قال لك لا السيد راه بغى ينصب عليا، راه بغى يدير ليا. علاش اخويا ينصب عليك؟ شنو دير ليك؟ شنو كان عندك؟ ما عندك والو، عندك ساد ديال الرمان كتعيش بهم، انت باغي تطلب بهم حتى انت، ولا اللي بغى يدير شي حاجه يدير له حبل الفيسبوك يبقى يطلب عباد الله. راه بزاف اصاحبي، نوضوا تحركوا شويه على راسكم، ديروا شي حاجه. راه حشومه انتم كتبقاو تولدوا وتلوحوا، راه حشومه نيشان من الاخر. والزروالي شمن الربح عنده يجي انت باش يعطيك ولا ما يعطيكش؟ شمن الربح اللي عنده؟ يلا وانا نهضروا نيشان، الا كان غادي راه صافي، راه اي حاجه كتجي راك الا غادي يسهل. المهم راه حنا كنشوفوا هذا الشيء بعينينا، 40 ولا 45 مليون شفنا، 5 مليون شفنا، دار 30 مليون شفنا، بزاف ديال الحوايج ديال الزروالي. نهضروا نيشان، الا نهضروا نيشان هذا هو نيشان. ولكن باش الناس كتقول نصابين شغل كل واحد عنده الحق، ولكن انا بغيت نعرف هذا السيد الا نصاب ويعطيهم، انا بغيت الدلائل، ما قلب لي على الدلائل. في الاخر لقيت السيد راه كيعطي العباد الله، هذا هو الواقع. المهم هذاك انا عندي شي وحدين صحابي راه ما عندهمش كاع مع الزروالي، وانا كنقول لهم هضر، انا هذوك صحابي والزروالي خويا نيشان، هذوك هذا هو الواقع. ولكن هذه كلمه الحق، الا بغيتوا كلمه الحق راه هي هذه، وكلمه الحق هي العليا دائما، كل شيء ديال الله. مشيو عند خوتي بعادل، ما صيفتيش انا من فرنسا الاولين ديالك، اجوطيني منين نكمل اللايف. رضا محب الميلودي، مرحبا بكون هاني، كون هاني ما تخممش. أين الثروة والحلوى والحلوى؟ خويا مصطفى كازا، أين الثروة والحلوى؟ إيه الحلوى 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 مصيب. شو هنا يا مساخط الود، ومساخط وتشو هنا في العالم، والبرلمانيين المغاربة يخطفون الحلوى ويديونا إلى ديورهم. ما هذا يا هذا ولماذا؟
كيف تفسر لنا هذا يا هذا ولماذا ولاش؟ على مصيبة والله، تا مصيبة. جوع النوف مسؤولين هو يا خويا خليل ليون، والله ما كذبت اقسم بالله. شي اغنيه الحلوه لا كون يعني حتى شوف غادي نقدم اغنيه هذه. شوف انا بعد انا باغي ندير لها اغنيه، انا عاجبني الحال، انا ما عنديش مشكله، انا عندي هانتي هانتي عندي انا ميمتي موت حياه، انا راه ما كنغني على كل شيء. انا غنيت على سراق الزيت، غنيت على المسمار، غنيت على خزو، غنيت على الطلامط، غنيت على سبرديله، غنيت على البرد، غنيت على الصهد، غنيت على كاسكيطه، غنيت على موسطاج، غنيت على اللحيه، غنيت على العالم، اي حاجه في الدماغ ديال الانسان، الحجبان، اي حاجه غنيت عليها غدخل لها عندها هذه، غتلقاني مغني على اي حاجه. شي حاجه نسيتها باقي ما نسيت حتى شي حاجه، غير هو كاين موضوع واحد، موضوع واحد ان شاء الله الرحمن الرحيم رانا خدام فيه، هو ديال داك الانسان اللي ما كيقدرش يمشي عند الطبيب. هذا هو الموضوع اللي ما عمرني ما درته، ودابا غنديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم. الانسان اللي ما قادرش يمشي عند الطبيب، كيبغي يمشي عند الطبيب، كيقول انا نمشي عند الطبيب، غيقول لي فيك شي حاجه ما بقيل غنموت، وقيل من هنا وقيل الله يستر، لا لا ما نمشيش عند الطبيب. وهذاك اصلا راه مرض، هو انك انت ما غتمشيش عند الطبيب هو راه اصلا راه مرض. ولكن هذا الشيء هذا اللي كنقول لك راه مني وجبد، ماشي هذا راه مني وجبد، منا كاملين. انت تهضر نقول لك راه كاينه وبصح ومنا كاملين، اقسم بالله الا منا كاملين. هذا هو الواقع، انسان كيبغي يمشي عند الطبيب وما كيقدرش، راه كاينه شي حاجه كتضر، شي حاجه مازين يا ما كيولدش، يقدر يقول لي راك فيك السيده ولا راك منها شي واحد كتضر، شي تقول لي الله يسترك ما فيها شي حاجه، غيقولوا لي ما يقدر يدير تحاليل. حتى داك الانسان اللي كيدير هادشي كيدير بزز ومسكين وخايف، والخلعه داخله مع الحلوه، الحلوه راه مصيبه اقسم بالله، راه هذا هو الواقع، راه انسان راه مصيبه اقسم بالله الا مصيبه كحلا. تحية خاصة متي طوال خويا الرجل الله يكبر بك خويا عماد، خويا عادل، واش هاد القضية ديال انقلاب تران ما فيهاش؟ إيه ولينا كنشوفو، أشوف أخويا هادي ما فيها داكشي ديال الله، هذاك فهمتيني أقدار الله، هذاك ما فيها حتى شي حاجة، هذاك الشيء راه ديال الله، هذيك الحاجة ديال الله، ديال الله ما يدخل فيها حتى شي واحد. هادي راه ما فهمتيني، راه نقول لكم اللي كاين، هادي راه ما فيها لا العيبة لا انقلاب ولا طنمين، هذاك الشيء راه ديال الله معزاز مكرم، هذا هو الواقع. طاك يلا روحك ابو زبال، احسن ديسك الله يكبر بك، صغيري صغيري ما خويا ديال الله، المهم راك خويا نموت عليك نيشان. صديق الرجل توحشناك معاك خالد، خالد لطورات، اخويا خالد بن هانية، خويا خالد لطورات نموت عليك، الله يحفظك ليا. شوف الخطا مابقاش تخلص من عندي 200 لا كندير الجواز صافي، زن دايز زن دايز معزات، الله يحفظك خويا خالد الله يكبر بك. حنا ضاحكين مع لي فان زوينين بو عادل، غبرتي علينا ويا خويا منصف، راه هذا هو الواقع، راه غبرنا، راه ما ماشي انا، راه هاد الناس. انا وليت كندخل الفيسبوك ولاو كيخلعونا، وليت يقول لك لا وليتي عياش، لا وليتي كتبيع الماتش، لا وليتي كدير، ما خويا مالنا لا تهضر عنا كاع. حنا واحد الناس حاجه ما كتعجبناش، راني بحال الحاجه اللي ما تعجبكمش راه ما غاتعجبنيش، باينه هادي بلا ما يحيدش لكم الطبيب، بلا ما تهضروا نتوما انا غادي نوض نهضر، بغيت ولا كرهتو انا حاجه ما عجبانيش راه هي اللي ما عجبنا، فاهم؟ لان نورمال داكشي راه الغضبه الغضبه، راه نيشان نيشان، هذا هو الواقع. احسن باشا عادل الميلودي في خاطر ليالي الباشا، مرحبا زيدان الصحراء صحراء، خويا عادل ديما عطي القاصح الكلاب الدوله نورمال صاحبي، راه حشومه اقسم بالله الا حشومه بالله، هاد الشاب راه باقي الان باقي ما دار باقي. شوف تصور دابا، شوف ماتوا الناس وناضوا وتسبونا وعايرونا وما خلاو ما قالوا فينا وما نعرف، بغاونا غير نوضوا، ولكن حنا على يقين بان حنا ما نايضينش ما نايضينش ما نايضين، نتوما اللي غادير داكشي، وهاد داكشي اللي بغينا حنا هو اللي غادي يكون، ثقوا بيا اقسم بالله الا هو اللي غيكون، ابيتم ام كرهتم. علاش؟ حيت حنا عارفين عندنا واحد الملك كما فهمتيني، الملك راه شاف الحاله ديال المغاربه اللي هما ولادو، راه بقى فيه الحال، وانا على يقين بانه بقى فيه الحال، هذا هو الواقع. والملك الا بقى فيه الحال راه ثقوا بيا داكشي ديال الله. دابا شحال واحد كيقول لي الملك ما كيدير والو، لا ما هنا هذيك الهضره خوتي انا مزوق، ما تبقاوش تقولوها وما تبقاوش تكرروها، لان داكشي راه ديال الله. سيدنا راه كاين اقسم بالله الا كاين، وانتم غتشوفوا المفعول في جميع الاحوال، غادي تشوفوا المفعول حيت كلشي ديال الله. موت عليكم حلوه الحلوه هذيك اخويا كريم سكومه، دولينا المنتخب اللي كيتسيف من المقابله للمقابله،
واش غادي نقول لكم؟ ما راه ما يمكنش، لان شوف هادو الفرق ديال الافريقيه، شوف غير من التيرانات ما كاينينش. على حسب، راه على حسب. الحمد لله عندنا منتخب زوين، ثقوا بيا. هذا المنتخب نقوله من عند خوكم الميلودي، انا قبل ما يمشي لكاس العالم قلت لكم راه من الدور اللغه يرجع، لا راه رجع. هاد المنتخب هاد اللي كتشوفوا، اقسم بالله العلي العظيم، الا بغى يدي كاس افريقيه والله تيديها، الا بغى سالت الحفله. وشوف هو كيما يعرف يصرف داكشي ديال الله. المهم حنا غير متفرجين، حنا ولاد الشعب كنتفرجوا، كنبغيو يكون عندنا منتخب نورمال، لان حنا الدم ديالنا مغربي، كنموتوا على المغرب وعاش المغرب ولا عاش من خانه. كلشي ديال الله الحبيب. توحشناك اخويا عبد السلام سليماني، الله يكبر بك خويا عبد السلام سليماني. راك كاين سعد هزمي خويا عادي، تحيه من الامارات، احسن راجل في العالم خويا عثمان، الله يكبر بك خويا. خالد راك تما العز، العز خالد حنين، الله يكبر بك خويا خالد. سيدي سليمان الحكيم، سيدي يحيى الغرب، خويا عصام مساك مرحبا. فين وصلت انور بن عمار؟ فين وصلت المحاكمه ديال من؟ ديال من المحاكمه؟ كلشي ديال الله عادل بخير. وفين غبرت؟ الله يحفظ خويا هشام البحري، خويا هشام البحري. خويا عادل الموت عليك، مع خويا سفيان الميلودي، سيمو يحيى، كيم كارديشان المغرب. المهم داكشي ديال الله. كيفاش البلان ديال التران اللي تقلب؟ ويا خويا ابراهيم، رانا قالت لكم ملي غتشد اللايف من الاول وغتعاود عاوتاني من الاول، غتعرف عاوتاني القضيه ديال التران، غتعرف القضيه ديال الام ديال الحياه، وغتعرف القضيه ديال كلشي ديال شوف تي في، داك الفرع اللي مصيفطين لتطوان. وهذا هو الواقع، لان الانسان اللي كيبغي يدبر على راسه ماشي على ظهر واحد اخر. اللي بغى يدبر على راسه يدبر على راسه، ينوض يقلب عليها، ينوض عليها في الصباح بكري، واللي ما كيفاش في الصباح بكري ينوض لها حتى المور 12 الليل. مور 12 الليل حنا كنقلبوا عليها من مور 12 الليل، واللي كيقلب عليها من مور 6 الصباح بوحدو، كل واحد كيفاش كيقلب عليها. فهمتيني؟ اذا هنا في كيكون العمل، هنا في كنقول لكم العمل عباده والحظيه. بوركوا؟ لماذا؟ نورمال. الجماهير المغربيه تحياتي خويا عادي، الله يكبر بك خويا عادي. الميلودي توحشناك خويا احمد المشروع، الله يكبر بك امين. تحياتي خويا عادل من اسبانيا، محبوب الجماهير المغربيه، الله يكبر بك. كيفاش البلان ديال ترانك؟ شنو كاين؟ كيفاش البلان احسن باش عادي؟ كبر بك خويا زيدان صحارى. تحيه من فرنسا لجميع المغاربه، هادي معلم. كيفاش البلان؟ واحد جروب مصري والله ولا كيضحك علينا بحكومه. حتى شوف ترى ما كيضحك لنا، ما يقدر يضحك لنا حتى واحد، لا يضحك، يضحكوا اليوم هما اللي حكومه. اما حنا محكومين علينا، حنا ولاد الشعب حنا محكومين علينا وعايشين بالحكم ديالنا، كلنا كنطبقوا احكامنا لراسنا صافي. شنو بغيتوا؟ درتي مخالفه هكا، فلوس مخالفه، شنو هادي هكا هادي صافي. حنا ما بقيناش كنسوقوا قال لك شي، فهمت؟ كيضحكوا عليهم، حنا بزاف عليهم باش يضحكوا علينا. اي واحد يشوف حنا مغاربه وانا افتخر مغربي، في تمشي للقمر تلقى مغربي، تمشي للمريخ تلقى مغربي، اي بلاصه في العالم تلقى المغربي، ويجيب العز لبلادو باش ما بغاو. مغاربه وانا افتخر، يجي يضحكوا لينا حنا المصريين، هو اللي مصريين على حنا، مش حال ناقات على راسي وانا ازيك ازيكم كيف انكم، ليا زمان ما شفتكم. ما خوذنا مصريين من 1901 نار، خوذنا وحبابنا ودخلنا، ما عندهمش علاش غيضحكوا لينا. هما كيضحكوا على الحكومه ماشي لينا حنا، حتى حنا كنضحكوا على الحكومه ديالهم. فهمتيني؟ كان داك السيسي، حتى حنا كنضحكوا على السيسي ديالهم، كنضحكوا داك الشيء عادي ماشي شي حاجه. كيضحكوا على الحلوى، حنا راه ما عندنا بدل الحلوى، راه الاخرى نخرجوهم، راه ما نعرف داك الشيء ديال الله. ما عندهمش علاش غيتشوف، ما كاينش اللي غيقدر يضحك على الشعب المغربي. هذا هو الواقع، وثقوا بي انا واحد منكم، وانا افتخر انني واحد منكم، والشعب المغربي قاطبة كل شيء ديال الله. نيشان خي عادل، كيفاش البلان؟ عاش الريف، وعاش الريف، شوف الريف داخل في المغرب، عاش الريف ولا عاش من خانه، وعاش المغرب كامل من طنجة للقويرة ومن الحداد للحدادة وكل شيء ديال الله. نيشان والله يطلق سلاح الزفزافي، الله يطلق سلاح الزفزافي، مناضل حقيقي نيشان صافي. شحال من هضرة قال الزفزافي، العالم وصل عليها من الاخر، هذا هو الواقع. خويا عادل كيفاش البلان؟ البلان عاش الريف ولا عاش، ولا عاش ريف، عاش الريف ديما. مرحبا شي هذا السلام، مرحبا خويا خالد، مرحبا مرحبا خويا خالد، نهار كبير هذا، بغيتك ليا
بغيت كلية نشربك على الريق، أشرف شربني أنا على الريق. المهم ما لير لا سويت داز، نشوف المستجدات اللي عندنا دابا هنا بعدا. لك تحية لك خي عادل من سبتة من إيطاليا، حماد صابر، أنمر بن عمة، عادل الميلودي. عندي لك سؤال، الناس بغيناك توضح لنا شنو الواقع ما بين كاين شي توضيحات كثار. خويا عباس بن شواف، خويا عباس بن شواف، بيني وبينك انا هذا الموضوع طويت الصفحه ديال هذا الشيء هذا. الا كان شي حاجه جديده مرحبا بخويا، دخل عندي الخاص والف مرحبا، واللي بغيتي تعرفه غتعرفه، ما عنديش غرام ديال المشكل، لان الحمد لله هادي ما عندي مشكل مع حتى واحد، واصلا ما بغيش يكون عندي المشكل مع شي واحد، لانني انا ما انا كنت نيرفا كيطلع لي الدم، وهما فهموا الوضع ديالي وانا فهمت الوضع ديالهم، اذا هاد الناس يبعدوا مني لانني انا مبعد منهم، واللي غادي يجبدني راه غادي يلقاني، وانا كذلك انتم عارفين، لان انا كما كنقول لكم انا راه نمله كندابز معانا، انا فرطوطو كنبقى ندابز معانا، دبانه كطلع لي الدم كنبقى تابع الليل كامل، ما على باليش. راه هذا هو الواقع. اذا هنيوني نهنيكم، ما تهنيونيش انا راه انا هكا. العز بخصوص موقفك من العز بخصوص موقفك من الزفزافي، الزفزافي خونا، خو المغاربه كاملين، ماشي غير خو الريف، خو المغاربه كاملين. انا نقول لكم الهضره ديال بصح، صافي الهضره قالها راه وصلت ليها، صافي ما عندنا ما نديرو، الحقيقه واضحه وسريعه. سولوا مصطفى مول الزريعه ويقول لكم شنو واقع. خويا عادل بغينا نتصل بخويا جنات حاتم، جنات حاتم خويا دخل عندي البريفي، نتصل انا خويا ونهضر كما تشاء، واي واحد بغى يدخل عندي البريفي مرحبا به، واي حاجه معززين مكرمين، خوكم عادل الميلودي كيموت عليكم من الحداد للحداد ومن طنجة للكويرة، وثقوا بيا نموت عليكم وغنبقى نموت عليكم وديما كنموت عليكم، لانكم نتوما بصح احسن ناس في العالم. خوكم عادل الميلودي الميلودي متمنياتي اخوتي، غنخليكم هاد الساعه هادي، مشيو نتسكاو شويه ان شاء الله، فايقين بكري غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، عندنا شي عمل في الصباح. المهم انا كنحبكم لوجه الله كيف كتحبوني نتوما، وكل شيء ديال الله الاحسن ناس في العالم، والحقيقه في دقيقه، وكل شيء ديال الله، وهذا هو الكلا. مواح تصبح.